شكله بقى جميل، الله اكبر عليه. وشكله بقى شكل حلو، يعني ناس كتير بتتمنى يعمل شعرها بنفس الطريقه دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي، وحشتوني. ايه اخباركم؟ كل سنه وانتم طيبين. قربنا على العيد الكبير، كتير بيتمنى يعمل شعره كيرلي. كتير بيتمنى يعمل شعره كيرلي ومش عارف. فبالتالي ان شاء الله النهارده هنشرح الطريقه سهله ومبسطه جدا في البيت تقدر تعملها. كل ما عليك اللي انت تجيب الفوم. بس قبل ما نبدا الفيديو، انا مش محتاج من حضرتك بس الا انك تصلي على حضره النبي عليه افضل الصلاه والسلام وتدعي لي، حتى لو بلاش كومنت يا عم، خليها في قلبك، ناخد الصواب وانت الصواب. يلا بينا نبدا الفيديو يا جدعان. مبدئيا رقم واحد زي ما انا قلت، لازم ان يكون معانا الايه؟ الفوم، ولازم ان يكون معانا كريم الرقص، وقبل ده كله الجاتو او الكار او التاج او الملك بتاع الليله ده كله اللي هو السفنجه التويستر، اي مسمى بقى انت تعرفها. اول حاجه هتعملها اخويا، هتجيب الفوم زي ده. فوم ده 11 يتراوح سعره من 80 120 على حسب الايه المكان، يعني مش محدد سعره في مكان واحد. هتعمل ايه يا اخويا؟ بص، هتجيب واحد زي ده، في برضه كذا ده انضف حاجه في السوق، ده 11، دي شركه انجليزيه يعني حاجه قويه جدا. في بقى المحلي وفي حاجات كتير، ممكن تجيب اي حاجه هتمشي مع الشعر. كل ما عليك يا امور، بلاش امور دي، كل ما عليك يا سيدي الناس اهو. هتعمل كده، بص اهو. بعد يا اخويا ما بتحط الفوم ده لازمته يا جدعان، الفوم ده بيعمل ماده لزجه في الشعر. يعني ايه بيعمل ماده لزجه؟ بيخلي عامل زي نظام لزج في اللزوجه، تعملها بنفس الطريقه كده، بتحاول تدخل. بص، هتعمل تدخل الفوم في الشعر بنفس الطريقه دي، وبعد كده بقى حاول تخليه ينشف. قبل ما تبدا تحاول تخليه ينشف. هتنشفه بايه؟ عندك استشوار خير وبركه، مش عندك استشوار هتبدا تسيبه لمده 5 7 دقائق، هتلاقيه بدا يعمل ماده اللزوجه معاك. بص، حاجه بتلزق اهي، فبينشف اكتر. انا بما ان انا حلاق وعندي امكانيه شويه، عندي في دي حاجه بتبقى موجوده اسمها الدوفيوزر، موجوده عند اي حد بتاع مستحضرات تجميل. لو عندك استشوار هتلخص معاك اكتر. بتدخل كده، بص اهي، بتدخل نفس الطريقه دي. هم اصلا عاملينها ان هي تمشي مع اي استشوار، يعني ما تفكرش ان والهواء السخن. وهتعمل ايه؟ هتمسك بنفس الطريقه دي كده. بص، هي بتروح وبتيجي معاه. احنا بنعمل ايه كده؟ احنا كده بننشف اللهم صل على حضرتك الكريم الكيرلي اهو، عشان يبدا يتفاعل معانا ونقدر نجيب الدرجه اللي احنا عايزينها. حاسس بسخونيه؟ لا. وحوحه. ما تنساش بقى لو انت اول مره تتابعنا تضغط على عمليه اللايك والاشتراك والحاجه الجميله دي. خلينا ونكمل الفيديو مع بعض. بعد ما حطينا الفوم وعملنا بالدفيوزر او بالاستشوار، او ما عندكش استشوار ونشف، هتبدا تاخد سفنجه زي دي. اهم حاجه يا اخويا يكون في اتجاه واحد معين بس اهو. اهم حاجه ان انت تلف الشعر في اتجاه معين. بصوا اهو، في اتجاه معين. هنراقب مع بعض واحده واحده ازاي بيبدا يجي معانا ويخلي شكله حلو اهو. متنساش بقى باللايك والاشتراك ودعمي بكومنت لذيذ من عند حضرتك كده. قول لنا انت بتتفرج من انهي دوله؟ اهو بص، اهم حاجه في اتجاه معين، اهم حاجه يكون في اتجاه واحد. انما لو انا عكست ببدا افك الشعرايه من تاني، فانت لازم اهم حاجه في اتجاه معين اهو بنفس الطريقه دي كده. هو متعب سيكا يعني، مش مشكله، ايدك دي هتتخضر، بس اشتغل. اهم حاجه اشتغل واعملها في البيت، ان شاء الله هتجيب معاك نتيجه وهتدعي لي. ولو عوزت اي حاجه ممكن تبعت لي على الانستا باسم محمد جادو، هقدر ارد عليك ان شاء الله. اسند يا اسطى وراك. بص يا جماعه، حاولوا. بص، بدات تظهر. بصوا في المرايه اهو، بدات تظهر اهي. عايز تجيبه لقدام هيجي، بصوا اهو هيجي معاك اي اتجاه. اهم حاجه ايه؟ اشتغل. اهم حاجه ركز، اللي انت تتعب هتوصل ان شاء الله.
اشتغل اخويا وان شاء الله هجي. ايدي خضرت بقى، ما تنساش بقى اللايك والاشتراك، الله يبارك لك، وشير، وبعته لصاحبك اللي انت عايزه اللي انت بتحبه يعمل كيرلي، بعته له. عملت كيرلي بعد كده يا ابو الصحاب هتجيب كريم الراكس اللي احنا اتكلمنا عليه. كريم الراكس ده بيعمل ايه؟ بيعمل عمليه ماده لزجه، بنزود اللزوجه اللي موجوده في الشعر عشان يقدر يلف معانا اكتر. اهو بص، اهو بيبقى نظام شمعي، كريم شمعي. اهو تاخد حته زي دي كده يا اخويا، بتعمل ايه بقى؟ لما تلفه على الشعر لفه في اتجاه، برضو في اتجاه نفس ما احنا عملنا السفنجه اهو كده اهو اهو. انت كده بتوصل درجه اللزوجه الاكتر للايه؟ للشعرايه. وبعد كده هترجع بنفس الطريقه، برضو هترجع بنفس الطريقه، هتجيب نفس السفنجه وهتشتغل بنفس الاتجاه. ما تحاولش ان انت تغير الاتجاه علشان الشعر ما يفكش اهو. بص يا اخويا، بدا بص اهو مركز على الشعر. محمد شكله حلو، بدا يخلي كل خصله لوحدها. ابعد يا محمد سيكا. بدا يخلي كل خصله لوحدها بنفس الطريقه اهو. ارجع ورا سيكا اهو. بص، كل ما تعمل اكتر بالسفنجه كل ما هيجيب معاك نتيجه احلى، بس انت هتغسله، مش لو غسلته هيروح زيه زي الاستشوار. فانت بالتالي يوميا على الله ما ينفعش تغسل شعرك. اللي بيعمل كيرلي ما ينفعش يغسل شعره كل يوم، طبيعي هيتعب. فانت هتشتغل بنفس الطريقه دي كده. بص اهو، ملاحظين الصوره كويسه يا جماعه؟ عشان انا مش شايف التصوير قوي. لو شايفينه قولوا كويس كمل عشان نقدر نتواصل مع بعض. ليك زي ما انت كده، ليك زي ما. شايفين يا جماعه بقت عامله ازاي الشكل؟ شكله بقى جميل، الله اكبر عليه، وشكله بقى شكل حلو. يعني ناس كتير بتتمنى يعمل شعرها بنفس الطريقه دي. لو عايزين اي حاجه اكتبوا لي في الكومنت او زوروني على الانستا، ان شاء الله هرد عليكم زي ما انتم عايزين. ما تنسوش بقى من صالح دعواكم باللايك والاشتراك والشير والحاجات الجامده دي. السلام عليكم.